الحياه مجد الكروم. بشرفني اليوم عن جد انه كان اللقاء كثير كثير حلو مع مدرسه الحياه. كثير كان الفكره كثير كانت مقبوله انه هن على اساس انه اولاد من ذوي الاحتياجات الخاصه، وانه يكون اليوم عن التراث اللي هو التراث اللي لاجدادنا وامياتنا وابياتنا واللي شاركوا فيه المسنات، هن اليوم يعني هن اللي بعثوا الامل في هاي الاولاد وحكوا لهم عن التراث القديم وفهموهم شو كانت كل الاشياء اللي كانوا يعملوها في الزمان. وكثير كان الاشي حلو مع الاولاد انهم يتقبلوا الفكره، عرفوا عن الاكلات اللي كانت موجوده وهن اعطوا كمان شو الاكلات الموجوده اليوم، فكان تناقض بين الاكل اللي كان موجود زمان واليوم اساس انه يعني كل الاكل اللي كان زمان صحي اكثر. وعن جد يعني انا كثير انبسطت بالشيء اليوم، كثير كان حلو ورائع. وانا كمان بتمنى لي لهذول الاولاد وللمدارس كلياتها اللي هي تابعه لجمعيه ديالا وخاصه هون لمدرسه الحياه، انه هن عن جد هن فعالين، عندهم نشاط كثير على اساس انه هن يعني خادمين هاي الاجيال. شكرا لإلهن، واحنا كثير كثير كنا مبسوطين انه احنا نكون فعالين معهن. نعم، يعني احنا بنحكي هنا على شريحه اللي هي ذوي الاحتياجات الخاصه والشريحه من المسنين، يعني المسنين هم بحاجه يعطوا الخبره او الخبره للاطفال، وكذلك الامر انه يبثوا فيهم روح الامل. وايضا المسنين انا شعرت قديش كانوا مبسوطين حتى بالفعاليات والنشاطات، ان كان الزجليه وان كان طبعا الفعاليه اللي عم بيقوموا فيها اسا اللي هي قضيه القش وصناعه السلال من القش. انتوا شو الفعاليات اللي بتقدموها اخرى بالاضافه لهي الفعاليات؟ زياره المدارس، شو غيرها من امور بتسووها؟ احنا عندنا فعاليات خاصه فينا في النادي، احنا نتفاعل مع كل المؤسسات في كل المناسبات. كمان عندنا من ضمن الفعاليات عندنا اشغال يدويه اللي احنا كمان اشتغلنا على التراث، وكانت تهديتنا اللي هي من اشغال المسنات اللي هي كمان عن جد تراثيه للمدرسه. وفعلا هنا عن جد المسنات اعطوا امل لهذول الاولاد ولهذا الطاقم اللي موجود هنا. شكرا لك. نعم حجي، شو بتحكوا لنا عن شعوركم انتم تلتقوا مع هاي المجموعه من ابناء البلد؟ مبسوطين اليوم. نعم. كثير كثير محل الصبايا والشباب. نعم، ويعني الله يوفقهم كلياتهم، يوفق المعلمات والمسؤولات والكل والكل. شو بتسووا هسه انتم هيك؟ نتحيا انا بنعمل اشغال بنعمل اطباق هاي. حلو، اطباق من قش. اطباق من قش وبنزينها. حلو. هاي الشغله بتسووها بنادي المسنين؟ لا والله ما بنسويش. ما بنسويش. ان شاء الله بصير. مش ميزانيه بيد ان شاء الله بصيروا بنعمل ان شاء الله. ان شاء الله. كيف شفتوا الطاقم العامل هون في مدرسة الحياة؟ والله ممتازات، الله يعطيهم العافية كلياتهم. نعم. سلم ايديهم. اللي بدايهم يعطيهم العافية. إن شاء الله. يوفقكم إن شاء الله. يعطيكم العافية. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك بالأول الأستاذ أمين بشير. طبعا مثل ما أنت اليوم شايف في عنا يوم التراث، هو يوم أو خلينا نقول مشروع من أول السنة بنيناه مع مركزة الفعاليات الاجتماعية المعلمة أمون شعبان. يوم التراث او خلينا نقول له اسم كمان ثاني جسر الاجيال، حبينا هيك ندمج بين الاسمين. طبعا الهدف منه انه احنا كمان نعرض على اولادنا حياتنا، حياه اجدادنا، حياه اجداد اجدادنا، يعرفوا الاصاله العروبه ايش وعلى ايش كانوا اجدادنا عايشين، شو الاشياء اللي كانت تمثل حياتهم في الماضي، وكمان طبعا المقارنه بالحاضر وشو الاختلاف بالحياه بين الحاضر والماضي. طبعا مثل ما انت كمان شايف عندنا اليوم استدعينا واستضفنا بيت المسنات عندنا بقريه مجد الكروم مع الاخت وجيهه دياب. طبعا شايف في
كثير تفاعل، كان في عدة فقرات خلال اليوم اللي كان الهدف فيها إنه إحنا نيجي نعمل هذا التواصل بين الماضي والحاضر، الحاضر هن طلابنا والماضي هن المسنات الموجودات معنا، فأنا طبعاً بشكرهم إنه لبوا دعوتنا ونشأوا، كان الإشي كثير حلو ومميز، فهن فخرنا وأنا بحرية فخورة في هذا اليوم. بالنسبة لل كيف المشروع بأثر على طلابنا، طبعا مثل ما انت عارف انه طلابنا هم طلاب اللي عندهم اعاقات جسمانيه، بس اللي بيميزهم قدرات ذهنيه سليمه. هدف مدرستنا كلها كطاقم انه احنا نعرض اولادنا للمجتمع ونعرف على طلابنا لكل شرائح المجتمع. فالسنه كثير كان عنا بارز بكل المشاريع انه ندمج طلابنا مع شرائح مختلفه، منها طلاب مدارس، منها كمان طلاب روضات، طلاب بساتين اللي اجوا لهون على المدرسه، وعملنا كثير فعاليات معاهم. كان لنا فعاليه السنه مع المدرسه الاعداديه، كان معنا كمان فعاليه مع المدرسه الثانويه، وكمان مع بستان عندنا كمان بالبلد. فالإشي عمال بتنوع، عم نفكر كل الوقت كيف احنا ندمج طلابنا وانه نعرضهم للمجتمع، فالإشي كثير عمال بنجح والحمد لله. في هذا اليوم احنا قمنا في مشروع بعنوان جسر الاجيال يوم التراث. هذا اليوم يهدف إلى التواصل مع المسنات. قمنا باستضافة مسنات ست الحبايب مع المرشدة وجيهة إدياب، اللي كان فيه له هدف في إنه إحنا ننكشف على الحياة الماضية، كيف كان يقضي وقتهن، شو عاداتهم وتقاليدهن، وبنفس الوقت هن يلمسوا كل ما يتعلق بالحاضر من اللباس، من الطعام، من التراث. كان عندنا يوم هادف لعلاقة مع الآخرين، ايضا انه احنا نكون في تواصل مع المجتمع، نعرف الشريحات المختلفه في المجتمع كيف احنا نتعامل معاهن. في نفس الوقت كان برنامجنا، ممكن احكي لك ميسلمون ايش البرنامج اللي احنا كان يوم مبني في شكل جدا مثمر ويعطي كمان هدف للطلاب وللمسنات. نعم، شكرا لك ميسلمون. زي ما حكت زميلتي امون، اليوم كان برنامجنا زي ما شفت بالبدايه كان في عرض ل أدوات كثير تراثية، الهدف منها ترسيخ كل موضوع التراث للجيل الثالث، عمليا جيل اليوم الثالث اللي هو شوي بعيد عن كل هاي الأمور. فعملنا بواسطة الأدوات الشرح عن المشروع قبل بيومين، واليوم صح المحاضرة اللي كانت لترسيخ كل موضوع التراث لأنه هو جزء من هويتنا برضه. فبمساعدة المسنات كمان اللي أعطوا أثروا اليوم بوجودهن وبحكيهن وبالفعاليات اللي كانت، كمان حكينا انه كان عندنا الحكواتي ام سليمان اللي عرضت قصه مثلتها من التراث الشعبي، الجدات كلاتهن تفاعلوا معها لانه القصه معروفه لإلهن التراثيه، فالاولاد كانت جديده. وعندنا كمان كان من ضمن البرنامج الفطور والغداء اللي هو كمان اكل نقول تراثي شعبي ما بين اكل اليوم، يعني الفرق بين شو كان كيف كانت الامور تصير قديما وشو الفرق مع اليوم. بلش بانه نعمل اكثر شرح عن هذا اليوم، برضه شو زي ما شفت عملنا ورشه جماعيه بين طلابنا وبين المسنات اللي هن ياخذوا معهم طبق ذكرى من مدرسه الحياه لبيت المسن، وكمان احنا نرسخ هذا التواصل والعلاقات الحميمه بين الجده وبين الحفيد، بتكون في مساعده في مشاركه. وبعديها طبعا في عنا فقرة زجل للأخ هشام منصور، وفي عنا كمان وجبة طابون، بدي يجي عنا شخص اللي هو طابون خاص بيجي على المدارس بيعرض كيف احنا بنحضر الطابون، كيف احنا ممكن نخبز الطابون، يعرض هاي الوجبة وكمان نكلها بشكل جماعي مع المسنات. هذاك عن الفطور كمان الصباحي اللي كان مع المسنات، فطور جماعي. وهم مش أنسى إنه مهم جدا إحنا نتوجه بهذا المشروع بكل الشكر والتقدير لإدارة مدرسة الحياة السيدة مياد أبو رمحين اللي كانت دائما وما زالت داعمة لمشاريعنا في المدرسة، وشكر طبعا لطاقم مدرسة الحياة اللي ساعد عشان ننجح هذا اليوم، وأكيد لولا طاقم اللي هو بيعطي وبيشتغل إحنا مش راح نشوف الإشي بهاي الطريقة وبهذا الحيز. وكمان أنا كمركز تربية اجتماعية مسؤولة عن الفئات في المدرسة شادية تعالي، فتوجه بالشكر لطبعا القائمات على المشروع المعلمه ميسلون قادره والمساعده شاديه اللي هن كثير اعطوا من وقتهم وتعبوا عشان ينجح المشروع. يعطيك العافيه، شكرا على التغطيه. الله يخليك. اهلا اهلا. لين ريان
هاتوا فيها. تحب تصوروا حاج الله يعطيك العافية. ملي ملي. تحكي لنا عن مشاركتك اليوم طبعا في مدرسة الحياة مع المسنين، الأجواء التراثية، تحكي لنا أول شيء يعني أنتم من طابون ستي في مجد الكروم، تحكوا لنا شو المشاركة تاعتكم اليوم في الفعالية. يا هلا وميت مرحبا. أنت يمكن تذكر إنه أنا في عندي طابون ستي بيقولوا له. نعم. أنت أول ما فتحت جيت وشفته. نعم. اليوم طلبوا منا نيجي هيك تراث عربي قديم، كيف بخبزوا، كيف الأكل المسخن. نعم. بدهن يأكلوا أكل مسخن، هي بنعملهن مسخن، بنعملهن هي على الوقادي. الله وقادي يقولوا لها يعني. نعم. أنا صحيح. أي نعم. اليوم إحنا بنعمل كل إشي على الطابون. نعم، يعني المسخن شو هو المسخن؟ المسخن عبارة عن أكلة عربية عريقة فلسطينية. نعم. من قديم الزمان. نعم. اللي هي طابون، خبز طابون وعليها بصل وسماء دجاج مفسح. ها ها. أي نعم. نعم. هذا هو، شايف كيف؟ هاي أكلة المسخن. نعم. وأكلة فاخرة جدا جدا. نعم. أي نعم. الله يعطيك العافية حج. الله يعافيك. شكرا لك. يا هلا.